أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإن العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت
مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين صدق الله.